قرب قرب، مساكم الله بالخير. لا مقرب مقرب، احنا معانا صديقنا اخونا ومولانا طلال، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور طلال. انت تسمي نفسك ابن عربي؟ لا اسمي نفسي طلال. ها، ولكن بعض الاحيان تسمي نفسك ابن عربي؟ والدي عربي يعني، فجدي عربي. يا سلام، حبيت الاجابه. زين، كنت اتكلم مساء مع طلال، قال انك ادرس في كندا اي تي 3 سنوات، بعدين حولت درست فلسفه. أيه. ففي ناس تسأل يعني لماذا فلسفة؟ ما أهمية الفلسفة؟ لماذا تقضي سنوات عشان تدرس فلسفة؟ فمن هنا يأتي السؤال، ما الفائدة من الفلسفة؟ أولا الفلسفة علم، يعني الفلسفة ما هي كلام إنشائي أدبي، الفلسفة هي الفلسفة علم وليس يعني كلام إنشائي يمكن أحد يقبله أو لا يقبله. الفلسفة أيضا منهج حياة، يعني دراستي للفلسفة كثيرا أفادتني في حياتي العامة، حياتي حتى الخاصة، في طريقة تفكيري، في طريقة نظرتي للحياة وللأمور، في كثير من الجوانب. غير هذا الفلسفة الشاملة دائرتها واسعة جدا، تسع بقية العلوم وحتى الدين. يعني لما أقول دائرتها واسعة، نقول الفلسفة أرسمها مثلا كدائرة كبيرة داخلها تقع باقي العلوم، الدين والعلم الطبيعي والتجريبي. الفلسفة هي الأساس، هي التي تنشئ هذا السؤال. وبما أن الإنسان يعني التساؤل، أي هذا السؤال والتساؤل لدى الإنسان، فالفلسفة، فالإنسان يعني من غير هذا السؤال لا يستطيع تقدم، هو يحتاج إلى هذا السؤال، يحتاج إلى هذه الدهشة ليتطور ويتعلم. نعم، فالفلسفة يعني هي مع الإنسان، ملازمة للإنسان، طالما هناك إنسان هناك فلسفة. فلما ما أهمية الفلسفة، هذا السؤال بحد ذاته يعني ينم أو يدل على عدم فهم الفلسفة أو أهمية الفلسفة. فاحنا مثلا في عصر نجهل اهميه الفلسفه، لذلك في ناس يعني تدرس. يعني من الامور الغريبه، احنا في مجتمعاتنا الاسلاميه يعني او حتى العربيه، يعني قليل من المجتمعات الاسلاميه اللي تهتم بالفلسفه، فالمجتمع الايراني يهتم بالفلسفه ويقدر الذين يدرسونها. المجتمع الغربي، المجتمع الغربي كذلك. من المفارقات ومن الامور الظريفه ان اثناء دراستي للفلسفه في كندا، إذا سألني شخص غربي شنو تدرس أو ماذا تدرس وأقول له الفلسفة، يفرح وينظر لك نظرة يعني كمن شيء عجيب مدهش، يعطيك قدر، يعطيك قدر لهذه الفلسفة اللي تدرسها، يحترمك ويتمنى يصير صديقك يعني. وهذا أما المسلمين أو العرب بشكل عام، لما يسألك وتقول له فلسفة، فدائما هناك نظرة استهزاء ويأتي سؤال رأسا يعني على طول بعد، شو راح تشتغل بعدين؟ إيه نعم، ماذا راح شو راح تشتغل، ماذا تشتغل بعدين، يعني شنو راح تأي شكل فلسفة؟ طيب السؤال هذا مو سؤال صحيح، إنك أنت تدرس فلسفة مو سؤال صحيح تعلم. طيب بعدين يعني واقعك شلون، تعيش مع واقعك شلون، توظف شلون هذه نقطة جميلة، لكن هني أحد أسباب يعني الفكر يعني ما أدري شو أسميه، أو الفكر خلينا نسميه المنهزم نوعا ما. لأن أنت إذا بتدرس شيء فقط لأنك تريد تحصل شغل، ما راح تبدأ فيه، ما راح تنتج فيه. فأنت تبحث عن وظيفة لكي تعيش، فأنت لست يعني أنت لا تمارس ما تحب، ولا عندك هدف أنك تبدأ في مجال أنت تحبه. فإحنا قاعد ننشئ بطاريات كلها نفس الشيء يعني متماثلة، فقط نضعها في مكانها فتنتج عمل، نضعها في مكان ما وتنتج شيء ما، أو لا تنتج عفوا، إنما تؤدي الواجب اللي عليها فقط. أنت يعني الدراسة يجب لا تكون لهذه الأسباب. زين، لما تريد أن تدرس شيئا ما، ادرسه لأنك أنت حابة، تبي تقدم فيه شيء، تبي تبدأ فيه مجالك شيء. زين، أنت قلت عن الفلسفة مثلا أساس العلوم أو أهمية قبل كل العلوم. هل احتاج قبل ان نتعلم اي شيء في البلساس نبدا الفلسفه؟ يعني هل الفلسفه خطوه اولى للعلم او للتعلم في كل المجالات، ام يكفي الاطلاع؟
سؤال صعب هذا. إيه لا. يعني لازم ندرس فلسفة. إيه. أنا في الحقيقة أعتقد أن لا بد أن تدرس الفلسفة حتى في الثانوية حتى في المتوسطة للأطفال. يعني لما أقول الفلسفة يجب حتى أن تدرس للأطفال صغار السن وحتى يعني في المراحل المتقدمة من المتوسطة والثانوية وغيره. لا أقصد فيها تدريس مثلا فلسفة كانت أو فلسفة أرسطو أو غيره. الفلسفة هي منهج، هي كيفية خلق السؤال. أنت عندما تتعلم هذه الآلية، عندما تتعلم أن تسأل وتتعلم أن حتى عندما تأتيك الإجابة تسأل في الإجابة. يعني أحيانا تأتيك إجابات لكنها الإجابة ذاتها تحتاج إلى سؤال أو فيها خطأ. أي نعم، لما تتعلم هذا الأمر فالفلسفة طريقة تفكير، منهج تفكيري معين أنت تحتاجه، تحتاج أن تعلم الأطفال، تحتاج أن تعلم حتى الكبار كيف يفكرون، كيف يطورون من أنفسهم. لهذا هي مهمة. طيب. نعم، واحد يتعلمها. أحيانا هناك أناس تمتلك هذه القدرة من غير أن تذهب إلى المدرسة وتدرسها. نعم، نعم صحيح. لكن عندما تدرسه للأطفال في مجتمع معين، فكرة التفلسف والتساؤل والنشأة السؤال، يعني الفلسفة هناك فلسفات كثيرة لفلاسفة كثر. أنا لا أقصد تدريس فلسفات معينة، أنا أقصد تدريس فلسفة كفلسفة، كنموذج، كمحفز للسؤال، لخلق السؤال، التساؤل، طريقة تفكير نقدية لا تتقبل يعني العقل إذا ما مولدت في هذه القدرة على التساؤل يستطيع أن ممكن يكون قادر على تقبل أي شيء يأتي من غير أي تحقيق وتدقيق في الأمر نفسه. زين، أنت قلت أن مثلا الفلسفة بعيدة عن مجتمعنا أو الناس متعدين عن العلوم الفلسفية. سؤال، ما مدى تقارب المصطلحات الفلسفية الدارجة للفلسفة الصحيحة اللي موجودة في الكتب؟ بمعنى لا تتفلسف، هل هو بمعنى تفلسف بمعنى خلك عقلاني، هل بمعنى المنهج العقلاني في الفلسفة المعروف؟ فما مدى تقارب مصطلحاتنا للفلسفة فعلا؟ لا نحن نبعد شوي، نبتعد شوي عن على المصطلحات ودقتها. يعني احنا لما نقول المصطلحات بالعقل، احنا نستعمل كلمة بالعقل او نستعمل عقلك، نقصد فيها انك تكون منطقي. يعني منطقي بحيث انك ترى اذا ان الف وباء اذا اجتمعا يولدان جيم مثلا. فاحنا نقول خلك منطقي بهذا المعنى. اي صح. فممكن يكون المصطلح الدارج العام يعني قريب للمصطلح الصحيح، لكن حقيقة لو تبيننا وتحققنا من الأشخاص أنفسهم الذين يطلقون هذا الكلام لرغم أن ما يطلبونه هو أن لما يطلبونه هو نفسه يمكن مو منطقي. الكلمات أصبحت دارجة، لكن فهمها أو دقيق فهمها يغيب عنه. زين، في صورة أنا راح نحطها لكم بالهذا، عطنا لك فيها اللي هو هذا يسأل من نحن، نقول فلاسفة ماذا نريد، فالفلاسفة يردون ماذا نريد، من نحن، أين نحن، ما الجدوى. فهل ممكن الأسئلة هذه أصلا يعني ما توصلنا لغاية، هي مجرد فقط فقط تساؤل، تساؤل يطول الوقت وتساؤل بعدم وجود إجابة نهاية؟ فالتساؤلات أصلا تصير يعني مثلا يعني خارجية أو ما وراء طبيعية، أسئلة ليس لها إجابة، فكلنا ندور في حلقة مفرغة يعني بالضبط بلا إجابة. طيب ممكن هذا السؤال نفسه لا تجيب عليها الآن، لكن هذا السؤال نفسه يقودك في رحلة فكرية. هذه الرحلة بحد ذاتها تكون تطورك أنت كفرد. يعني أنت لو يمكن لو ما سألت هذا السؤال لبقيت في مكانك، لكنك لما سألته نعم ما حصلت على إجابة هذا السؤال، ولكن عرفت أمور أخرى، أجبت على أسئلة أخرى وتطورت، أو مو عفواً لا يعني تطورت، أقول إنما تغيرت، نميت مثلاً ذهنياً وفكرياً من خلال طرح هذا السؤال نفسه. واجب على الإنسان أن يسأل تمام. من أين، في أين، إلى أين، مثل ما قال الإمام علي. طيب موضوع آخر، دائم في أهم مجالات الفلسفة هي الأسئلة أو المجال الميتافيزيقي والأسئلة الماوراء طبيعية. في ناس تتساءل لماذا نتساءل أسئلة ميتافيزيقية ونحن مثلا لدينا الدين، الدين يجاوبنا أين الله، ما وراء الطبيعة، أين سوف نذهب، وكيف بدأنا، والأمور هذه. فحنا عندنا الدين يجاوبنا، لماذا نتفلسف ونسأل أسئلة هذه؟
بالنسبة للإنسان المتدين أو الإنسان الملتزم في دين ربما لا يحتاج أن يسأل هذه الأسئلة أو يحتاج أو يسألها ويستعمل الفلسفة لخدمة هذا الدين، يستخدم الفلسفة لخدمة هذا الدين مثل ما أراد الإمام الغزالي. الإمام الغزالي هو فيلسوف دين لكن أراد الفلسفة تخدم الدين وليس أن الدين يخدم الفلسفة، حيث أنه وضع الدين أساس وأتى بالفلسفة كأداة للفكر كمنهج تفكيري أو تدقيق في مسائل الأمور والغوص في معانيها لخدمة هذا الدين وإبراز أو لتنقية هذا الدين وإبرازه كدين عقلاني يجيب على التساؤلات العقلية للفرد للشخص نفسه. بس قبل هذا وضعنا الدين هو الأساس، أساس هو الأساس. الفلسفة أداة. نعم، رفض أن تدخل في أسئلة مثلا من قبيل مثلا معرفة الله سبحانه وتعالى، يقول أن العقل هنا يقف المجال للشارع أو المشرع اللي هو الله سبحانه وتعالى في التعريف بنفسه. حلو. يعني هنا هناك آراء أن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تعرفه بالطريقة التي هو يريدها ليس بالطريقة التي أنت تريدها، فهو عندما عرفك عرف نفسه لك عن طريق شرعه وأنبيائه فهو يريدك أن تعرفه بهذه الطريقة، الطريقة التي هو يريدها اللي هو الله، أو تعبده بالطريقة هذه وليس بالطريقة التي أنت تريدها. فالإمام الغزالي ناصر. يقول أن العقل يتوقف هنا ولا يحتاج أن نسأل. لا نسأل، مو ما نسأل، لكن الإجابة من أين؟ إجابة من الرسل ومن الكتب نعم، لكن نسأل. نحن نستطيع أن نستفيد من الفلسفة هنا في كيفية طرح السؤال الصحيح. يعني هناك سؤال صحيح وسؤال خاطئ أصلا؟ نعم. شلون؟ نعم، أحيانا أنت إذا عرفت كيف تنشئ السؤال أو تخلق السؤال الصحيح سيقودك إلى مكان صحيح، إلى مكان سليم، إلى إجابة سليمة، إلى أمر تحقق فيه غايتك. أما إذا سألت سؤال خطأ فأنت هنا ستدور في دائرة أو حلقة مفرغة، هنا يعني سيقودك إلى مكان خاطئ، سيقودك إلى عدم تحقق هدفك. زين، بما أننا نتكلم عن الغزالي مثلا والفلاسفة المسلمين، أو الغزالي يعتبر فيلسوف أم متكلم؟ وما الفرق أصلا بين الفيلسوف والمتكلم؟ فيلسوف والمتكلم نعم، الغزالي يعتبر فيلسوف، بالنسبة لي شخصيا أعتبره فيلسوف ومتكلم وفقيه أصولي، فهو درس رغم أنه لم يدرس الفلسفة على أيدي فلاسفة وإنما درسها من خلال المطالعة كما يقول هو، ولكنه فيلسوف وتمكن من الفلسفة واستعملها في الرد على الفلاسفة واستعملها في الدفاع عن الدين أيضا. حلو. فهو فيلسوف نعم، ومتكلم أيضا إلى كتابه. فهني في فرق بين المتكلم وفيلسوف. المتكلم أولا علم الكلام هو علم أنشئ في الحضارة الإسلامية، هو خاص بالمسلمين والغاية منه هو الدفاع عن الدين. المتكلم هو شخص درس المنطق وتعلم الفنون الجدال وغيرها، وأيضا درس الدين، فهم الدين. والذي يفعله المتكلم هو أنه يفهم الدين ويرتب مسائله يضعها وينظر إلى الخصوم وإلى حججهم أو لهجومهم على هذا الدين، فيأخذ في الدفاع عنه بالرد عليها بأدلة منطقية وقواعد منطقية فلسفية أو كلامية أنشئت للدفاع عن هذا الدين. الدين كأن العلم الكلام وضع الدين في قالب عقلاني يسير يمكن الدفاع به عن أصول الدين والاعتقاد. زين، أنت بدأت الكلام وقلت أن أنا أعتبر أن غزالي فيلسوف أيضا، فهل هناك اختلافات تصير؟ هل هذا فيلسوف أم لا؟ أنا أشوف أنه فيلسوف، أنت رأى أنه ليس المتكلم فيلسوف، أو أنا راح فقط متكلم وهنا؟ لا، نعم، المتكلم لا ينطلق من العقل مجرد، لا ينطلق من العقل. المتكلم ينطلق من الدين أولا ويستعمل الفلسفة في خدمة الدين. حلو. بينما الفيلسوف لا ينطلق من الدين، ينطلق من العقل أولا، فنقطة الانطلاق تختلف. طيب قلنا الغزالي انطلق من الدين واستخدم الفلسفة، هو فيلسوف ومتكلم. نعم، هو استعمل الفلسفة، هو فيلسوف ديني استعمل الفلسفة للدين أو للرد والدفاع عن الدين. زين، هناك فلاسفة غير دينيين غير متدينين هم لا ينطلقون من الدين، ينطلقون من العقل مثلا ومن العلم العقلي. زين، هل ابن سينا والفارابي والرازي هذول فلاسفة أو متكلمون؟
فلاسفه ليش نتكلم؟ لأن يعني ما انطلقوا منطلق يعني منطلق عقلي. نعم لهم مدارس خاصة بالفلسفة، لهم مذهب فلسفي. فلا يسمون متكلمين لو هم مسلمين. لا. لا لا علاقة التزامهم بالدين. ما لهم علاقة. حلو زين بما أن جبنا طالب فلاسفة ومتكلمين وهذا، هل العلم الكلام أضاف للفلسفة وللدين شيء؟ وما مدى إضافته؟ سؤال كبير. يلا عطنا باختصار. هو فكرة الحلقات هذه، فكرة الحلقات هذه كلها تكون مختصرة ما تعد ربع ثلث ساعة وتكون لها فائدة أو تكون مدخل لفهم أمور أخرى، فممكن تكون جاب مختصرة. فماذا أضاف علم الكلام والمتكلمين للدين والفلسفة ومدى تأثيرهم؟ علم الكلام ضاف للدين، ما نقدر نقول ضاف للدين، نستطيع أن نقول أنه خدم الدين. نعم قدم الكثير للدين. وأسس يعني علم الكلام يعتبر أو يسمى علم أصول الدين، لأنه هو الذي يحفظ عقائد الدين، عقائد الإسلامية، فلأن أي مذهب كانت سواء المعتزلة الأشاعرة أو الشيعة الأثناعشرية كلهم لهم مدارس في علم الكلام ولهم أعلام متكلمون أسسوا هذا لمناهجهم أو لعقائدهم ودافعوا عنها وبرروها بطرق عقلية وطرق فلسفية منطقية وكلامية. هذه إضافة جدا جميلة. فالناظر لعلم الكلام الذي يدخل يأتي للإسلام وينظر لعقائد المسلمين عن طريق كتب علم الكلام سيرى أن هذا الدين دين عقلاني، دين مبني على العقل والمنطق. فهذه إضافة جدا جميلة أو رؤية أو مظهر جميل وفكري قوي يعني ولصالح المسلمين أو ويساعد العقل البشري بشكل عام ويساعد حتى الفرد المسلم في فهم الدين في فهم وعقائده. نعم زين يعني آخر كم سؤال يعني في وجود العلم وحنا في عصر العلم والعلم التجريبي كل شيء محسوس، ما حاجتنا للفلسفة وما حاجتنا مثلا للتفكير الفلسفي والتأملي ما هو في وراء الطبيعة وفي الأمور هذه؟ خلاص احنا عندنا تجارب وعندنا علوم يقينية حسية نشوفها بعيوننا تكفينا عن الفلسفة وعن التأمل. حلو وهذا موجود في عصرنا يعني حاليا. سؤال حلو جميل. حلو. حتى ان بعض العلماء للأسف بعض العلماء التجريبيين يقعون في فخ هذا السؤال، فهم يضعون الفلسفة في مقابل العلم والعلم في مقابل الفلسفة، فيرون أن العلم هو اللي قاعد يجيب على الأسئلة وليس الفلسفة، فيتناصون أن الذي يخلق هذه الأسئلة التي تطور هذا العلم التجريبي والتي تجعل من العلم التجريبي ناجحا هي أسئلة فلسفية مشيها فلاسفة في الغالب أو من درس فلاسفة أو كفكر فلسفي. العلوم التجريبية تحتاج إلى الفلسفة والفلسفة أيضا تحتاج إلى العلم التجريبي ربما بنسبة أقل، لكن العلم التجريبي يحتاج إلى الفلسفة، يحتاج إلى بعد أداء التجربة يحتاج إلى فهم التجربة وفهم نتيجتها، يحتاج إلى الفلسفة في فهم نتيجتها، في طرح الأسئلة، في تأويل النظريات وفهمها أو فهمها وتأثيرها على المجتمع وعلى الفرد وعلى الأشخاص. فالعلم التجريبي مدين للفلسفة ومحتاج إلى الفلسفة. كذلك الفلسفة محتاجة. طيب حلو، معروف إن في العصر الحاضر في ابتعاد بين الفلسفة والعلم، العلم التجريبي خصوصاً. فهل هذا له تأثير سلبي؟ وكيف أثر سلبي؟ ليس يعني. هناك ابتعاد، ها؟ إنما هناك بعض العلماء وهي لأسباب ليست علمية أمانة، ها؟ برأيي الشخصي يعني أنا أراها هي أسباب أكثرها طلباً للشهرة والمال والسمعة وهكذا. يقومون بمهاجمة الفلسفة أو بمهاجمة الدين وغيره. هي أسباب لا تتعلق حقيقة في العلم برأيي الشخصي، لأن هناك الكثير أيضا من العلماء التجريبيين الذين ظهروا وتكلموا بأنه لا يمكن الاستغناء عن الفلسفة وأن الفلسفة مهمة في هذا الوقت وفي كل الوقت. لا يمكن حقيقة تتجاوز الفلسفة، لا يمكن حتى القول أن الفلسفة انتهت. فأنت حتى تهاجم الفلسفة وتقول أن الفلسفة انتهت وأنت تحتاج إلى الفلسفة عشان تجاوب، حتى تقول أن الفلسفة انتهت فأنت تحتاج إلى الفلسفة، تحتاج إلى زين. هل اللي علماء العلم التجريبي لما يبتعدون او يهاجمون الفلسفه هل يقعون في مغالطات في علمهم؟ نعم نعم، شوف يعني هناك كثير من العلماء لا يحسنون تركيب القاع
قضايا المنطقية يخذون فيها وهم ليسوا أهلا لها, وليسوا أهلا لها. لورنس كراس مثلا يكتب كتاب Universe from Nothing ويتكلم عن العدم وهو لا يفهم ما معنى العدم, ينتقد الفلاسفة وقواهم عن العدم وهو لا يفهم ما يعني, وهو لا يفهم ما يعنيه الفلاسفة العدم أو مفهوم العدم لدى الفلاسفة. هذا كم مثال يعني. وآخرون أيضا لا يستطيعون الربط بين الأفكار والقضايا أو حتى فهم استلزامات القول بأمر ما أو بقضية ما, فيقولون بأمور ومغالطات منطقية كثيرة. هذا كمثال يكون تأثير سلبي على حتى تجاربهم وتفكيرهم وأراء. زين آخر سؤال, في العصر الحالي وفي الوطن العربي الإسلامي هل هناك فلاسفة فعلا فلاسفة مسلمين أم مجرد يعني مفكرون أو كتاب؟ لازم نفرق بين فلاسفة عرب أو الفلاسفة مسلمين. إيه صح, قد يكون مسلم غير عربي. نعم, أو قد يكون عربي لكن توجهه ليس إسلامي. حلو, عندنا خاصة العرب. الوطن العربي نعم هناك فلاسفة, هناك دكتور طه عبد الرحمن المغربي, نعم فتحي المسكيني, نصيف نصار, لا فلاسفة لهم وزنهم ومكانتهم. هناك أيضا فلاسفة إسلاميين إيرانيين وأتراك وأيضا معاصرين لهم حضور ولهم دور كبير صراحة بالفلسفة الإسلامية. هم في إيران مثلا غلام رضا فياضي وحسن زاده آملي, جوادي آملي, حلو. زين ختاما يعني نصيحة وكلمة لقراءة الفلسفة والبحث في العلوم الفلسفية حق الثمين. الفلسفة مهمة, لا يغركم أو لا يحبطكم قلة من الناس تهتم بها أو تتوجه لها أو تعتبر أن لها أهمية. الفلسفة مهمة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفردي للشخص أو حتى على المستوى المجتمع, هي جدا مهمة وتفيد كثيرا, هي منهج للحياة حقيقة. في أحد الفلاسفة إذا كتب كتاب سماه philosophy as a way of life, فلاسفة طريقة للحياة. نعم, وهي كذلك هي منهج الحياة. بس شاكري لك يا طلال لنا جلسة ثانية إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا مجبل, شكرا.